السلام عليكم. هذا موسم جديد بداية زراعة الطماط. ثلاث طماط حطيتهم، زاد رويت تحتهم، هذا رويت كذا طالع. هذا تقريبا هني مثل مشتل، زارع هني حرنكش بعد ما طلع هني بذور طماط. هذا هني شتلات طماط، هذا الطماط اللي لونه غامق الاسود، هذاك الطماط هناك الحبات الصغيره مال السلطه. هذا النعناع، هذا الثمر الصيفية كلها بعد ما شفت بطين الأخضر. هذا الرويزاي الأهلي، هذه فاصوليا هني زارع خس بعد ما طلع. هذه شتلات جديدة تو طالع، هذا فاصوليا، هذا هني رشاد وبامية، هذا أول تصوير تقريباً.